باسم السانوس الرب الاله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث الاقانيم. السلام لك يا مريم يا والدة الاله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. السلام للسمائين في بادي النهار، فليك وبالديسير وصفوف الأبرار. السلام للميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال مبشر العذراء. السلام للشيروبيم، السلام للسرافيم والأربع والعشرين قس ذنب التعظيم. السلام ليوحنا السابق والشاهد، شاهد لك المسيح كأعظم المواليد. السلام للإثنى عشر رسول المختارين، السلام لمن كرزوا باسم الرب الأمين. السلام لمريم مرقس مبدد الأوثان، السلام للإنجيل مبشر نبي الإيمان. السلام لمريم جرجيس الجندي الأمين، السلام للعجيبه مرمين الأمين، السلام للقوي الشافع للمؤمنين. السلام للعافي فادميان شهيدا والأربع عذرا في أيقونة مجيدة. السلام لكل صفوف شهداء الأبرار الذين سفكوا دمهم واحتملوا سيف النار. السلام لما أنطونيوس أرض كل الرهبان، السلام لما بولا من ليس له مكان. السلام لثلاث مقرات كواكب البرية، السلام لما بابي شوي صاحب أحلى طيار. السلام للقديس ماسيموس ودوماديوس، السلام لما موسى القوي في القديسين. السلام لما شنودة رئيس المتوحدين، السلام لما بخوميوس أب الشركة الأمين. السلام السلام للأنبرويس حبيب المسيح، السلام لمن عاش بعيدا عن كل مدين. السلام لأبرام حبيب المسكين وراه للعطاء والرحمن البائسين. السلام للبابا كيرلس رجل الصلاة صانع المعجزات ومحب الإله. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا عنا حتى نرسى المواعيد.